مريم صعب شدة فين غرون ديفيرتيشن هي المنتوج المحلي اللي كيبدا من اقصى الجنوب اهلا وتحيه لكم تحيه للبريس وجمهور بالبريس واكيد ككل الناس اللي حاضرين اليوم حاضره افتتاح شوكولا معرض ما شاء الله في منتهى الروعه وخاصه انه منتوج مغربي فيه 100% فانا اشجع كل ما هو مغربي دايره ميك اب بوحدي انا دايره غير في الطوموبيل هذا راه جيت بالزربه يعني بحكم انني غنشط الطريق فكان عندي ايفنت اخر عند سيمو ماستر شيف كان عيد ميلاد ابنه اليوم فحضرت وجيت دابا للمعرض شاده الطريق لطونجي شويه غلاضيت زادت 5 ولا 6 كيلو تقريبا 6 كيلو نهائيا بالعكس انا لو شافوا الفيديوهات اللي عندي انا في ستوريات ديالي انا كانوا غيعرفوا كيفاش كنت كنشطح معاها ونغني معاها وفرحانه ومع وكنشطحوا ونغنيوا انا فقط في الدخول فاش كنت داخله قتلني البرد برا كان كميه البرد ما تصوريش بحالاش فتخيلي فيك البرد انا داخله مقيبسه كنديرها فماشي كيسحب لهم انا ما بالعكس وهي انسانه في منتهى الاخلاق انا بعدا معايا انا حياتها الشخصيه مع داكشي اللي عندها انا ما عارفاش حتى شنو هو لانه انا لست من متابعي يوتيوب بزاف ولكن انا هي كانسانه كبرت بيا فرحانه بيا حتى انا كبرت بيا الله يحفظها بنياتها بالعكس اول حاجه انا داكشي باش كنخدم ولا هذا ما يمكنش يبدا تشاركوا مع الناس حشومه مراعاه بزاف ديال الاعتبارات لا الشخصيه ولا المهنيه فما يمكنش ليا انا اهم حاجه انه كبرت بيا عيطت ليا جيت عندها كبرت بيا مسائل اخرى ما يمكنش نناقشها مع الناس في العالم الله يقطع صباعها هي يا اختي علاش تقطع صباع الناس حشومه انا بالنسبه لي يمكن نتكلم معاها بلغه كيف قلت كبيره وغنقول لها لسانك حصانك الى صنت صانك والى خنت خانك فانت خانك يا امهم نعيمه اما بالنسبه لي لا غنتكلم معها بلغه ديال الشعب واللغه عاديه غنقول لها داكشي اللي دعا بالقوه كيموت بالضعف واللي دعا على الناس كما طلعوك غادي يهبطوك غيحيدوك كاع من 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 الارض واش كاينه يعني كاسم فالواحد شويه الطغيان خايب حب الناس لا يقدر انا دائما ولا شعاري هو بزاف ديال الحب للمغاربه كاملين فين ما كانوا في المغرب برا فين ما كانوا الحمد لله حتى الاجنده ديالي في شهر 12 عامره كلها برا يعني عندي اجان فرنسا مارسي روتردام امستردام فنلندا باري دبي يعني عندي مجموعه من الحفلات كلها خارج الارض ارض الوطن كلها ملاقات الجمهور المغربي في المكان انا ما عنديش بالشرط يكون هنا في المكان والمغاربه حرار عزاز وغاليين وبزاف ديال الحب اللي كنكنوا لهم وهنايا الحمد لله مازال عندي اعمال يعني حتى يوصل شهر كيف قلت لك حتى يوصل شهر 12 وعندي واشنطن كذلك قريبا اغنيه تيجي ويقولوا بحال قلتي كتحكي على عليا انا كشخص كانسانه حوايج اللي شفتهم في السراء والضراء اختزلتهم في 5 دقائق او 6 دقائق في اغنيه تيجي ويقولوا ما الكلام كيقولوا الهضره ما كتشري خضره ياك الكلام ما كيدير والو كيأدي الى كنوصل شي الى فات الخط الاحمر اما الكلام العادي كيبقى ترهات كيبقى كلام الصمت حكمه نعمه الصمت حكمه وجواب المحقور سكاتو لانه من الامثال المغربيه والاشياء المعروفه من الحكم شكون اللي كيدير الصوت واش غراف ولا طارو كنقولوا حنا اللي عامر ولا اللي خاوي اللي خاوي العامر كتسمعو كينزل من الفوق كيدب ولكن اللي خاوي كتسمع الصوت ديالو كيطنن ف شجرة عامرة كتضرب والشجرة خاوية وكيدوز حدا واحد كيدير لها بحالها فعادي وإلا ما تكلموش غادي نتقلقوا كيتكلموا إذا راك كاين إلا ما تكلموش عليك أنت فلا وجود لك شكرا لكم تحياتي لكم والجمهور بالبريز دائما من سعيدة شرف بزاف ديال الحب ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريز وتبارطاجيو مع صحابكم